When I grow up, I want to be a dentist. بس أكبر بدي أكون ضابط بجيش لبناني. When I grow up, I want to be a doctor. بس أكبر بدي أصير رائد فضاء. نحن بمدرسة القديسة ريتا اللي تابعة لمطرنة الروم الكاثوليك بزحلي. المدرسة لها تاريخها وعمرها فوق 50 سنة هالمدرسة، وخرجت نوابغ وخرجت رجال مجتمع وخرجت كتير أجيال حلوة خدمت الوطن. المدرسة هون ما بتميز بين مسلم ومسيحي وحتى بين سوري ولبناني. كثير بنركز على التلاميذ انه يكون في دائما يتعايشوا مع بعض، انه يكونوا كلهم رفقه، الاسلام والمسيحيه، اللبناني والسوري، كلهم يكونوا يحترموا بعض. ما حدا بيميز بالمدرسه اذا كان مسيحي او مسلم او شيء، ما حدا بيميز يعني، ما بالنهايه كلنا اولاد بلدنا، كلنا بنحب بعضنا يعني. انا سوريه وبعيش هون بلبنان، وانا واصحابي عادي ما بنخالف بين انه انا سوريه وانت لبناني، بنعيش مثل الاخوه والمعلمات مثل اخواتنا الكبار. بحبها للمدرسه كثير. مدرسة سانت ريتا بحاجة لدعم كبير اليوم، لأنه الوضع الاقتصادي بأزمة كتير كبيرة، الأهل بأزمة كتير كبيرة. إذا ما قدرت سانت ريتا أمنت التعليم بشكل مجاني، نحن رايحين على الإقفال. خطر إغلاق مدرسة سانت ريتا ومدارسنا الأخرى ليس فقط على لبنان بشكل عام، ولكن على الصيغة اللبنانية، على التعايش اللبناني المسيحي الإسلامي. مدرسة الكاثوليكية خرجت معظم قادة المجتمع بلبنان، ولذلك أنه هي جزء أساسي من تاريخ لبنان، من مستقبل لبنان، من حاضر لبنان، من كيان لبنان. لا يمكن أن أفصل لبنان عن المدرسة الكاثوليكية. مدرسة الإيماكولي هي على 900 متر بعيدة عن البور. أول انفجار وصل علينا لأنه نحن دغري بوجه المرفأ. مدرسة كتير تضررت ونحن كتير عم نعمل أعمال ترميمية كتير مكلفة، مش هيك نحن دايماً بحاجة لمساعدة، والأخص أنه الأزمة الاقتصادية صابت كل البلد. بس بالنتيجة نحن أولاد الإيماكولي، أولاد مدرستنا، هن الأكثر شيء انصابوا لأنه تدمرت بيوتهم، مش قادرين يدفعوا أقساط مدارس، مش هيك كمان هن بحاجة لمساعدة لعيالهم. أنا تلميذة الإيماكولي وأنا هلأ أستاذة فيها. أكيد هذا الوضع الاقتصادي صعب على الكل، وخاصة صعب على الأساتذة، لأنه أثر بالنسبة للأهل. الأهل ما عم يشتغلوا، ما عم يقدروا يدفعوا القسط، وهذا الشيء بينعكس على الأساتذة. نحن نتمنى من المجتمع الدولي مساعدة مباشرة للمدارس الكاثوليكية، كتير ضرورية لإنقاذ العلم بلبنان وإنقاذ العيال ما تهاجر من لبنان. مدرستنا عمرة من سنة 1959 وما زالت مستمرة برسالتها، بنهضتها، بعطائها، ورغم كل الصعوبات يلي عم تعترضنا، صعوبات كتير كبيرة، ويمكن وصلنا محل يسأل التساؤل إقفال أم لا، بس ربنا كان معنا. ما خلونا الأهل أو الضياعون أو المسؤولين إنه نفكر بهالمجال هي، رغم الصعوبات ومعنا تحت الصعوبات. المدرسة حاجة ملحة للمنطقة، يعني اليوم إذا سألت أي واحد من أبناء مجتمعنا برميش أو بالجوار شو رأيك إنه بهالأوضاع وهل يمكن تأثر على المدرسة، رح يجاوبك هيدا الجواب اللي هلأ عم قلك إياه، إنه أنا ما بقدر أتصور مجتمعي بدون مدرسة سيدة لبنان للرهبات الأنطونية برميش. أحلام تلاميذنا كتيرة وكبيرة بالمدرسة، ونحن نتفاجأ فيها صراحة، يعني قدي عندهم هيك طموح وأحلام إنه بدهم يحققوها. بس أكبر بدي أعمل مهندس نووي بالكهرباء. بس أكبر بدي أصير جراح دماغ، بدي عشان أساعد العالم وأكتشف طرق جديدة بالعلاج.